السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. حادث مرور مميت. تدخلت فرقة الحماية المدنية لوحدة حمام السخنة صباح اليوم على الساعة 10:34 لحادث انحراف وانقلاب سيارة سياحية داسيا ستيب واي على الطريق الوطني رقم 77 بنواحي بير الطاشمة بلدية التلة جنوب شرق سطيف، خلف إصابة رجل بأضرار بليغة بالغ من العمر 30 سنة أدت إلى وفاته في المستشفى، وإصابة زوجته 28 سنة التي كانت تقود السيارة بأضرار ليست بالخطيرة. تم إسعاف وإجلاء الضحيتين إلى الاستعجالات المركز الصحي حمام السخنة. الله يرحمه يا رب العالمين، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ويشفي المصابين.